السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور رغد علي، مدرس الصحة العامة وطب المجتمع. ومفروض ان انا بشرح معاكم ديول البريفنتيف ميديسين، الطب الوقائي، اللي فيه جزء مهم جدا اللي هو عبارة عن الانفايرومنت، وجزء من الانفايرومنت مهم جدا اللي هو عبارة عن الووتر سانيتيشن، يعني ازاي ان تعقيم المية بحيث ان هي تكون يعني سيف بالنسبة للايه لليوز للهيومن. طيب قبل ما نبتدي مع بعض، عايزين نفتكر مع بعض الجايد لاينز بتاعة الجائحة اللي احنا فيها. احنا بقالنا دلوقتي سنة، اكتر من سنة ونص، وظهر عندنا اللي هو الكوفيد-19 في العالم وفي مصر. فعايزين طبعا، انتوا مش محتاجين ان انا افكركم بالجايد لاينز او بالحاجات اللي انت مفروض تكون انت طالب في كلية الطب تكون عارفها، وتكون معرفها لكل اللي حواليك، وتكون انت سورس للمعلومات للناس اللي حواليك، وتنصحهم في كل وقت وكل موقف ان هم يحموا نفسهم من الكوفيد. Protect yourself and protect your family. باي ايه بقى؟ باي watch your distance، طبعا اللي هو التباعد والمسافات الامنة بينك وبين الاشخاص، وتجنب بقى الاماكن الزحمة وتجنب التجمعات. wash your hands اللي هو طبعا غسل الايد باستمرار بالمية والصابون، دي ابسط حاجة لو ما عنديش الكحول. تمام؟ وي وير ا ماسك، طبعا الكمامات اللي انت في كل مكان خارج فيه، ان بابليك سبيسز اند كومن ارياز، في اي منطقه، اي خدمه، اي مصلحه داخلها، اي مكان داخله، مفروض ان انت تكون لابس الكمامه ولابسها بطريقه صح وتخلعها بطريقه صح. طيب ودي شريحه بتوضح لك ايه هي الستبس of prevention of covid. طبعا wash hands، use soap، don't shake، ما نسلمش ونبوس ونحضن، use disinfectant، دايما طبعا مطهرات ومنظفات للمكان، avoid contact اللي انت التجمعات، and keep wear a mask، وتلبس الماسك and keep distance. مفروض انتوا كطلبة الطب تكونوا بتعملوا اصلا الحاجات دي، مش مستنيين ان انا افكركم بيها. ومفروض تقوموا بدوركم في المجتمع ان انت تنصح كل اللي حواليك في البيت، في الاسره، في العائله، بكل الستبس دي كلها علشان نعدي الجائحه دي يعني على خير. وطبعا دلوقتي اللي انا عايزه ازوده اللي هو اللقاح، الفاكسين. انت كطالب طب تدخل بقى على موقع وزاره الصحه وتسجل لوالدك ووالدتك ولعيلتك وبالذات اللي هم كبار السن، عشان يقدروا ان هم ياخدوا اللقاح، ودلوقتي متوفر. ولقوا فعلا ان هو ليه رول مهم جدا، ان ما كانش حد تعمل بريفنشن للكوفيد، ده هيخلي الكوفيد لو جات لك لا قدر الله تبقى الاعراض بسيطة، وما تحتاجش ان انت تدخل مستشفى ولا تبقى عبء على النظام الصحي اللي في البلد. طيب نبدأ بقى موضوعنا اللي هو عبارة عن الووتر سانيتيشن. مفروض اخرج من المحاضرة دي بايه، او هعرف ايه؟ اول حاجة هي different water supplies، ايه مصادر المية من حوالينا، بتيجي منين. الستيبس اوف لارج سكيل ووتر بيوريفيكيشن، لما يكون على نطاق واسع عايزة اعقم وانضف المية اللي هتروح للمجتمع، وبرضو على نطاق ضيق small scale water purification لازم اعرف ايه الميثودز اللي ممكن اتبعها او اللي الناس بتتبعها علشان تعقم المية وتنظفها بحيث ان هي تكون سيف ووتر سبلاي. طبعا كلنا عارفين اهمية المية للهيومن بودي، احنا جسمنا بيحتوي على 72% ووتر. طيب ايه بقى الووتر سبلايز اللي انت عارفها؟ طبعا في ناتشورال ووتر سبلايز، حاجات طبيعيه اللي هي عباره عن السيرفس ووتر، والميه جايه من الريفر والليكس، من النهر والبحيره. طيب الميه دي عيوبها ايه؟ اللي هي جايه من النهر ومن البحيرات،
easily polluted، طبعا سهل ان هي تتلوث لان الناس كلها طبعا نهر النيل، طبعا الناس لسه طبعا عندها الجهل بتاع زمان، الناس بيرموا فيها حيوانات ميتة، بيرموا فيها زبالة، بيلوثوها بكل المصانع، ممكن تلاقي مصنع بيخرج المخلفات بتاعته على نهر النيل، يبقى ده one easily polluted وبيحتاج purification. تمام. اما ال underground water اللي هي المية اللي تحت اللي هي بتاعت الآبار، تمام، في شالو ويل وفي ديب ويل، يعني في بير بيكون عميق وبير بيكون شالو. تمام. مية الآبار دي كويسة جدا، بتكون سترايل، بس لو انا بطلعها بطريقة والسانيتري بريكوشنز، يعني انا لو بطلعها وبخرجها من البير بطريقة فيها سانيتيشن وفيها احتياطات آمنة، هتبقى المية very good، هتبقى sterile not polluted. طبعا عندي الرين ووتر، مية المطر، بتبقى فيها impurities، بيبقى فيها شوائب. تمام. و سبرينج ووتر بتبقى pure if protected، وسي ووتر اللي هي مياه البحار، وطبعا عيبها زي ما الخليج بيعتمد على مية البحر، بتحتاج desalination، وده بيكون very expensive عشان تشيل الملح وتبخر الملح من مية البحر، ده بتبقى very expensive. يبقى ده كده عبارة عن ال water sources، مية تجيلي منين. لو جات لك ام سي كيو تكون عارف المصادر الطبيعية للووتر حوالينا، من الريفر والليكس، من الويلز او الاندر جراوند، من الرين، من السي. طيب انا بقى عايزه اعرف الميه اللي بتجيلي في الكوبايه من الحنفيه وفي الاخر بشربها دي، هل هي بتجيلي من ميه النيل على طول كده وبشربها، ولا في خطوات تنقيه وتصفيه وتعقيم للميه بتكنولوجيز معينه بتتبعها اي دوله علشان توصلك في الاخر سيف ووتر. زي ما قلت لكم في المقدمه ان انا المفروض هعرف ثلاث حاجات، هعرف السورسز اوف ووتر سبلاي وانا عرفتها، في بقى اللي هو البيوريفيكيشن تعقيم الميه اللي هو ممكن يكون لارج سكيل على نطاق واسع او سمول سكيل بيوريفيكيشن، وايه التكنولوجيا المتبعه في اللارج سكيل والتكنولوجيا المتبعه في السمول سكيل. بالنسبه لللارج سكيل انا عندي ستيبس، اول خطوه هناخدها بالتفصيل بس اعرفها دلوقتي، ووتر انتيك، كواجيليشن اند سيدمنتيشن، فلتريشن، ديس انفكشن او بسميها كولورينيشن، وفي الاخر ديستريبيوشن. يبقى نعرف كويس جدا المصطلحات، ووتر انتيك، كواجيليشن اند سيدمنتيشن، فلتريشن، ديس انفكشن او اسمه كولورينيشن، وفي الاخر في ديستريبيوشن. طب السمول سكيل في بيتك بقى وفي القريه بتاعتك على نطاق ضيق جدا، ممكن تعقم الميه ازاي وتنضفها؟ بالبويلينج، بالفلتريشن، والديس انفكشن. نبتدي بقى خطوات اللارج سكيل بوريفيكيشن. امتى هحتاج لارج سكيل بوريفيكيشن؟ لو انا في سيتي، في مدينه، في تاون، تمام، على نطاق واسع، كما لو كان مثلا نهر النيل ميته دهيا، ايه التكنولوجي اللي بدخل فيها مية النيل عشان في الاخر توزع مية في الحنفيات للناس كلها او للشعب كله. بعدي بستيبس، خطوات، اول خطوة زي ما قلت لكم في الشريحة اللي فاتت، الووتر انتيك، اخذ المية اللي هو عبارة عن it is the place selected in the course of river or canal to draw water for purification. انا بقابل المية جاية في النهر، باجي في مكان معين باخد المية اللي انا عايزه اعقمها واعمل لها بيوريفيكيشن عشان تبقى صالحه، بسلكت بليس في الكورس بتاع الريفر. طب البليس ده لازم يكون ايه؟ بروتكتد، محمي، اند اواي فروم اني سورس اوف بوليوشن، ما يكونش مثلا جنب مصنع، جنب حته زراعيه بيرمي فيها الفلاحين المبيدات او الحيوانات او اي ويست، يبقى لازم تكون بروتكتد وبعيده عن اي سورس من البوليوشن، بالذات الفيكال ماتريال، الفيسز بقى اللي احنا بنلاقيها حلوه كده في الميه وجهل الناس وعدم وعيهم، تلاقي بيعملوا حمام في ميه النهر بيبقى فيه فيكال ماتريال، يبقى انا لازم ان المكان اللي هاخد فيه الووتر يكون away from any source of pollution especially الفيكال ماتريال.
طيب بعد ما خدت الميه، الخطوه التانيه المهمه coagulation sedimentation، يعني ايه؟ ان الميه بتضخ is pumped from intake من المكان اللي حبسنا فيه الميه عشان ابدا ان انا اعقمها واخليها صالحه، pumped from intake to sedimentation tank، تانكات ضخمه كبيره، تانكات ترسيب واسمها السيدمنتيشن. ليه بقى؟ لانها الميه بتلفت بتترك فور سام اور، ساعات، علشان الحاجات الكبيره بقى والسسبندد ماتريال تنزل تحت في القاع بتاع التانك ده اهو. تمام، يبقى انا باخد الميه من البليس بتاع الانتاك لسيدمنتيشن تانك من عنوانها كواجيليشن سيدمنتيشن. ايه اللي هيحصل في السيدمنتيشن تانك؟ ان السسبندد ماتريال او مطر هتنزل تحت السيتل داون في القاع بتاع التانك، وعشان يبقى فيه بيتر سيدمنتيشن في شورتر تايم ممكن استخدم ماده كواجيلانت اللي هي الالم. الالم اللي هي عباره عن الشبه، يعني بستخدمه الشبه في السيدمنتيشن تانكس ده عشان ما اضطرش ان انا اسيب الميه ساعات طويله. لا، هتساعد اسيب الميه في شورتر بيريود عن طريق استخدام الكواجيلانت ده. زي ما انتم شايفين في الصوره، انا اخدت الميه ووتر فروم السورس حطيتها في سيدمنتيشن تانك، سبتها ساعات معينه، اتكون عندي في القاع اللي هو عباره عن السيدمنت، الماده المترسبه التقيله اللي هتنزل في قاع التانك، والميه تبقى على الوش. بقيت الخطوات زي ما مرسومه في الشريحه لسه هناخدها، اللي هي عباره عن الفلتريشن بفلترها، والكلورينيشن بعقمها بالكلورين عشان في الاخر يجيلي كلين ووتر زي ما احنا هنشوف. المهم عندي دلوقتي اللي هو عباره عن السيدمنتيشن تانك فيه ماده كواجيلانت، وقت معين ينزل السيدمنت في القاع تتبقى الميه على الوش. طيب المفروض اعمل ايه بعد كده؟ هعمل فلتريشن. فلتريشن دي موضوع ميكانيكال، ميكانيكال ساند فلتر، حاجه من الرمل ميد اوف لاير اوف ساند اون ذا توب اوف جرافل. عندي جرافل طين او طمي فوق وساند، تمام، ده الميه بتعدي من عليه. الميه لما بتعدي من عليه وتعدي من البورز وتنزل تحت هتكون ثابت صفت فوق اي سيست، اي سسبندد مطر، اي بكتيريا ما عدا الفيروسات. تمام، يبقى ريموف اول البكتيريا، البروسفات الفلتريشن بتشيل كل البكتيريا والسيست والسسبندد مطر، بس الفيروس للاسف عشان دقيق وصغير جدا بيعدي خلال البورز بتاعه الفلتر ده ويدنه لسه في الميه. زي ما انتم شايفين في الشريحه انا عندي الليت عند الميه، ماشي، اللي بعد ما عملت لها سيدمنتيشن دخلت على مرحله الفلتريشن، دخلت على الساند وعلى الجرافل، تمام، ساند وتحته جرافل، كأنها صفاية أو شبكة، عدت المية وكل البكتيريا والسيست والمتر والمطرز التقيلة دنتها فوق ما نزلتش في المية ما عدا الفيروس، ودون خرج في الآخر أوتلت الخارج من المية اللي هيخش على مرحلة بعد كده وهي مرحلة الديس انفكشن. طيب الفلتريشن اللي عملته قبل كده خلصني من السيست ومن البكتيريا ومن السسبندد مطر اللي ممكن تكون لسه موجوده بعد مرحله السيدمنتيشن، صفى الحاجات دي بنسبه 95%، فاضل لي لسه 5%، الميه الغير صالحه لسه بنسبه 5%، في لسه باثوجينز بنسبه 5%، يبقى لازم تعدي لمرحله الديس انفكشن، التطهير، is necessary to destroy الريميننج 5% باثوجين، تمام، اللي ممكن تكون موجودة بعد الفلتريشن. يبقى أهمية الديس انفكشن عشان يخلص لي على 5% الباقيين. تمام، أنا عندي صورة هي للروتر والتاب ووتر، بكتيريا ديرت، عملت عملية الديس انفكشن بالكلورين عشان في الآخر أوصل لمية نظيفة ما فيهاش بكتيريا ولا فيها فيروسز ولا فيها ديرت. طيب طرق الديس انفكشن اللي هو عباره عن الكورينيشن، اضافه الكلورين للكورينيشن. الكلورين از ادد تو فلتر ووتر ان ابروبر دوز، بحط دني احط كلور او كلورين اسمه على الميه اند ليفت فور هاف ان اور لمده نص ساعه، هيعمل ايه؟ هيديس انفكت الووتر، تمام، هيقدر يقضي على كل الباثوجينز اللي باقيه 5%،
وكمان بدني اضيف بزياده 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 لحد ما الاقي حاجه اسمها ريزيدوال بارت از ليفت. اجي اقيس الكلورين في الميه الاقي لازم الاقي الكلورين عند رقم معين، اقول يبقى انا كده سبت ريزيدوال، سبت باقي، يعني انا شبعت الميه بالكلورين وكمان سايب شويه احتياطي زياده بسميها ريزيدوال بارت، اللي هي بتبقى قد ايه 2 من 10 بي بي ام. الدوز اوف كلورين في الروتين ووتر بيوريفيكيشن 6 من 10 بي بي ام، ده الدوز العاديه اللي انا بدني اضيفها على الميه لمده نص ساعه. ولازم لما اجي اقيس الكلورين الاقي فيه ريزيدوال بارت 2 من 10 بي بي ام، عشان كده اكون متاكد ان انا عامل جود واكسلنت بيوريفيكيشن او ديس انفكشن بالكلورين. يبقى انا لازم يكون عندي ريزيدوال كلورين 2 من 10 بي بي ام، رقمين مهمين عشان ام سي كيو. اضيف كلورين قد ايه؟ 6 من 10. الريزيدوال يتبقى لي قد ايه؟ 2 من 10. طيب ليه بسيب الريزيدوال كلورين؟ عشان يبقى جارد اجينست مايكروبيال كونتامينيشن ديورنج الاستوراج اند ديستريبيوشن تو فاينل كونسيومر. وارد وانا بوزع الميه للكونسيومر او بخزنها يحصل كونتامينيشن بالبكتيريا، عشان كده بسيب ريزيدوال كلورين. طيب في حاجه اسمها سوبر كلورينيشن، يبقى انت لازم تكون عارف التعريفات دي. يعني ايه كلورينيشن للووتر؟ يعني ايه ريزيدوال كلورين؟ اهميه ريزيدوال كلورين ايه بقى؟ هو السوبر كلورينيشن ده ما يكون عندي ووتر بورن ايبيديميك، مرض بيتنقل عن طريق الميه وعمل لي وباء زي الكوليرا مثلا لما ظهرت في مصر فتره معينه وكانت منتشره في القرى في الفلاحين وموتت ناس كتير جدا. في الوقت ده الدوله عملت سوبر كولينيشن للووتر، زودت الكلورين اللي بتحط فيه الميه عشان اقدر ان انا اقتل على كل واقضي كل الباثوجينز اللي سببت ايبيديميك للناس. طيب خطوات الكلورينيشن، انا عماله اضيف كلورين، يعني ايه؟ في 4 خطوات مهمين جدا للكلورينيشن او ديس انفكشن او التفاعل الكيميائي اللي بيحصل بالرسم المنحنى زي ما انتم شايفين كده. انا عماله احط كلورين، اول حاجه ما بحطه مع الميه بيكون حاجه اسمها كلورامين زي ما انتم شايفين رقم 1. كلورين ما بيتدخل على الميه بيحصل له destruction producing compound عوامل اختزال ويتكون رقم 2 formation of chlorine organic and chlorine amines. تمام. وبعد كده انا عمال اضيف كلورين بيحصل destruction بقى الكلورين اماين، كلورامين او كلورين اورجانيك بيحصل لهم partially destruction او destroyed. تمام. وبعد كده في نقطة اسمها البريك بوينت appearance of rip، لما المنحنى بينزل انا عمال احط كلورين كلورين كلورين، المنحنى عمال يزيد هيتكون عندي كلورامين وكلورين اورجانيك، وبعد كده حصل لها destruction نزل المنحنى، دي اسمها البريك بوينت. عند البريك بوينت دون بيتكون بقى الريزيدوال كلورين، يتبقى عند الكلورين اللي هو انا عايزاه ومحتاجاه في الميه علشان الانفكشن اللي ممكن تحصل تاني او الاورجانيزمز اللي ممكن تتعرض ليها الميه تاني في مرحله التخزين والتوزيع. تمام. يبقى انا عمال اضيف كلورين مع الميه وريديوسنج كومباوند عمال يكون كلورامين، اضيف كلورامين ده بيجي عند نقطه معينه بيحصل له ديستراكشن، والنقطه دي بسميها البريك بوينت، بتظهر يبدا بقى الكلورين اللي انا بضيفه يبقى ريزيدوال مترسب ولسه موجود وموجود لبعد كده عشان يبقى حماية للباثوجينز. دي من 4 خطوات بتاعت الكورينيشن. طيب المرحلة الأخيرة اللي هي الديستريبيوشن، أنا بقى خلاص جبت المية عملتها سيدمنتيشن عملتها فلتريشن عملت لها ديس انفكشن، آخر مرحلة ديستريبيوشن توزيع عبارة عن نتورك أوف بايبس، مواسير بقى وخزانات بتوزع الووتر ديستريبيوتد للديفرنت بارتس اوف اريا. تمام. ولازم يكون في ريزيدوال كلورين عشان يبقى سيف جارد اجينست الكونتامينيشن في البايبس اللي هي اثناء الاستوراج بقى والديستريبيوشن. ده برضه فلو دايجرام، صوره بتبين ازاي الميه بتتعامل. تمام. في الدومستيك والاندستريال كونسامشن في المصانع، ان انا برضو نفس الفكرة باخد المية حتى لو كانت المية دي جاية من ريفر جاية من نهر جاية من ليك جاية من مطر، باخدها بعمل لها سيدمنتيشن. وعندي هنا سكرينينج مش اللي هي بين قوسين خدناها دلوقتي او شرحناها اللي هي مرحلة الايه الفلتريشن.
تمام، وبإضافة الكواجلانت خلصت الفلتريشن بالجرافل. بعد ما عملت الكواجلانت سيدمنتيشن عملت فلتريشن بالساند والجرافل. رقم 6 عندي ممكن انا كمان في معالجة ايونية وحاجات كيميائية ممكن تضاف، اللي هو هاي بريشر كربون فلترز. وبعد كده عملت الكلورين علشان اعمل الديس انفكشن، وممكن كمان يبقى فيه بوسيبلي اذر كيميكال تريتمنت، حاجات كيميائيه كمان تضاف عشان تعمل تريتمنت وتعالج الميه. في الاخر خالص ستورج اوف بيوريفايد ووتر، وبعدين اعمل توزيع بقى ديستريبيوشن للووتر دي للبيوت وللمصانع. يعني هي نفس الفكره، انا عندي ووتر فلو عملت له سيدمنتيشن وبعدين فلتريشن كورينيشن وديستريبيوشن. بس هنا زود في الصوره ان انا ممكن في بعض الاحيان اعمل حاجات بقى كهرب بتاع دواء ميكانيكيه وكيميائيه تساعد اكتر في فلتره الميه، زي الهاي بريشر كربون فلتر او الكيميكال تريتمنت للميه عشان في الاخر الميه تبقى بيوريفايد. طيب الصورة عندي برضو اختصار للموضوع، انا عندي مية تمام وعملتها بعد كده بار سكرين علشان اقدر انا اعمل لها فلتريشن، وبعد كده الخطوة اللي بعد كده المية راحت علشان زي ما انتم شايفين ووتر وركس فور تريتمنت تتعالج تمام، كواجليشن سيدمنتيشن فلتريشن بالساند والجرافل، ديس انفكشن بالكلورين. وفي بقى طرق تانية كمان للديس انفكشن، ما عادوش بس بيعتمدوا على الكلورين بس، ده ممكن ان هم يعملوا بالالترا فايلوت ريز بالاوزون. كل شويه بقى مع اي تطور بستخدم حاجات تانية غير الكلورين عشان اعمل ميه معالجه بالاشعه او بطبقه بحاجات من الاوزون بتعالج برضو الميه وتعمل لها ديس انفكشن، وفي الاخر تبقى الميه كلير وتروح للخدمه وللبوبيليشن وللاندستريز. طيب لو انا بقى سمول سكيل بوريفيكيشن، انت في بيتك مثلا او مثلا سمول في فيليج في قريه معينه سمول كونفايند اريا تمام، على مستوى الانديفيديوال على مستوى الشخص ما عنديش لارج سكيل بوريفيكيشن، قاعد مثلا في حته صحراويه ولسه ما فيش امكانيه لتحليه الميه وتنقيه الميه والكلام ده كله، عندي خطوات او حاجات ممكن انا اعملها على مستوى الشخصي او المستوى السمول سكيل، وهي اهم حاجه فيها طبعا اللي هو عباره عن او اسهل وابسط حاجه اللي هي البويلنج، الغلي، تغلي الميه قبل ما تشربها بطريقه سهله طبعا ورخيصه وبتقتل كل الباثوجينز تمام، خاصه في البريبيرنج البوتل فيدنج اوف يونج انفانتس، اطفال الصغيرين بقى لازم ان انا اغلي الميه تمام عشان البوتل فيدنج. طب بالنسبه لتاني طريقه ممكن اطبقها كالسمول سكيل اللي هو عباره عن الفلتريشن، افتح مطبخ بيتك هتلاقي والدتك حاطه فلتر في المطبخ بتساعد، يعني عايزه تفلتر اكتر الميه البلديه اللي جايه لها من نهر النيل، فبتستخدم على مستواها الشخصي فلتر تمام، وده حاجه بسيطه. الميه بيقول لك بتعدي خلال كندل شمعه، والشمعه دي مصنوعه من الكلي والبورسلين علشان تفلتر الميه وتعمل ليها فلتريشن وتعدي الميه النقيه وتعمل وتمنع بقى البكتيريا والسسبندد ماتيريالز من ان هي تعدي. ودايما يقول لك الشمعه دي ان هي لازم تتنضف وتتغير وتهتم بيها كويس، لو ما اهتمتش بيها وهي بقى هتبقى مصدر للمرض، لان انت لو ما خرجتش الشمعه وغيرتها كل فتره بتاعه الفلتر هتبقى نفسها مليانه رواسب هتلوث الميه بعد كده، يبقى بتحتاج كير اللي هي الايه الشمعه اللي في الدوميستيك فلتر. طب الديس انفكشن اللي هو عباره عن بالكلورين برضو بيحتوي على اللي هو البليتشنج باودر، بتحتوي على اللي هي ميه الجير، تحتوي على 25 لـ35% من الويت بتاعها بالكلورين. ده طريقه برضو للديس انفكشن على السمول سكيل اللي انت تضيف كلورين. طيب بتقتل المايكرو اورجانيزمز لو انت حطيتها في بروبر دوز فور بروبر تايم، يبقى انت على المستوى الشخصي ممكن تعمل ايه للميه، تغلي الميه، تستخدم فلتر، او ان انت تضيف انت الكلور. باختصار خدنا ايه النهارده، موضوع سهل وبسيط جدا. خدنا الميه السورس بتاعه الووتر سبلاي، البيوريفيكيشن بتاع الووتر سواء كان لارج سكيل بالخمس خطوات بتوعه او السمول سكيل،
اللي هما تلات طرق للسمول سكيل. طيب دلوقتي هنشوف ام سي كيوز، نشوف فيها فهمنا الموضوع ولا لأ. أول سؤال بيقول people of average، ناس في قرية معينة reported the high prevalence of bacterial gastroenteritis. دكتور الوحدة بيلاقي الحالات كل شوية تخش عليه يكشف، يلاقي عندهم نزلة معوية، تمام، برغم ان هو عارف ان في كلورين بيتحط في المية اللي بتيجي للقرية دهيا في لمدة معينة في recommended duration. فطبعا بقى التعاون بين الوحدة وبين العمدة مثلا بتاع القرية، قال له هات لي المية واعمل لها اناليسيس، حلل للمية لقى فيها نسبة ايه كلورين، تمام، بس لقاها 1 من 100 مللي جرام باللتر، والبي اتش بتاعت المية 6.5، وزير وير نو سسبندد امبيورايتس، مفيش شوائب في المية، والليفل اوف سلفايد اند فيرس وير لو، الحديد والسلفايد قليلين. The likely reason of increased bacterial gastroenteritis even after chlorination is A. سبب بقى الجاسترونترايتس في القرية كان ايه؟ هل هو ان البي اتش عالية، تمام، وده بوظ الكلورينيشن، ولا رقم اتنين ان اديكويت كونتاكت تايم، ما بنحطش الكلور في لمدة مظبوطة، ولا لو ريزيدوال كلورين، ولا بريسنس اوف سلفايد. طبعا قلت لكم الرقمين بتوع الكلورين تحفظوهم، بحط 6 من 10 بي بي ام كلورين، وبسيب الريزيدوال قد ايه؟ 2 من 10. يبقى الاجابة عندي سي، لان الريزيدوال كلورين لو خلى المية، برغم ان انت بتمشي بالخطوات صح وبتحط الكلورين، خلى ان المية بعد كده بقت سورس للانفكشن وعملت جاسترونترايتس لان الكلورين قليل. تاني سؤال، the most widely used method of drinking water disinfection all over the world. عايز اعمل disinfection للمية، ايه اكتر حاجة معروفة على مستوى العالم كله؟ هل هو disinfection بالبويلينج، ولا disinfection باليوزنج كلورين، ولا بالاوزون، ولا بالالترا فايلوت ريز؟ الاوزون والالترا فايلوت في الدول بقى المتقدمه اللي سابقين، فاكتر طريقه مشهوره ومعروفه للديس انفكشن طبعا الاجابه رقم بي، باي كلورين. طب الماكسيمم افشنسي اوف ووتر فلتريشن، فلترت الميه، اللارج سكيل بوريفيكيشن، بتشيل قد ايه من المايكرو اورجانيزمز؟ بتشيل طبعا 95%. فاكرين لما قلت لكم الفلتريشن بيشيل 95 ولسه 5 هيروحوا بالكلورين؟ يبقى هي بتشيل 95%. السؤال اللي بعد كده، الاماونت اوف ريزيدوال كلورين ليفت ات ذا اند اوف ديس انفكشن كام؟ حفظنا الرقم مع بعض، 2 من 10 بي بي ام. رقم 5، الفلتريشن بروسيس اوف ووتر ان لارج سكيل بيوريفيكيشن دازنت ريموف ايه؟ فاكرين لما قلت لكم الفلتريشن الساند والجرافل دي تقعد تعدي كل حاجه من بالميه وترصب فوق البكتيريا والباثوجينز، ما عدا ايه اللي بيعدي مع الميه وما اقدرش اتخلص منه؟ مفروض لو الشاشه مش باينه هتبقى الفيروسز، تمام. ودي اجابات الام سي كيوز، وشكرا ليكم، بالتوفيق يا رب. شكرا ليكم.